السلام عليكم. اليوم القصة حصلت عام 1982 ميلادي في محافظة حضرموت اليمنية، لكن هالقصة تركت أثر كبير جدا لكل من عاصروا هالواقعة، لأنها كانت كارثة. القصة الله يسلمكم بداية لعائلة من شيوخ محافظة حضرموت، رجل اسمه قاسم، وهذا كبير قومة ورجل عنده خير من رب العالمين، وعنده 3 من الأبناء، الكبيرة سعاد، واللي أصغر منها قاسم، واللي بعد عباس، 3. سعاد بما أنها كانت هي الأكبر فكان يعتمد عليها أبوها مرات أنه يخليها تشرف على موضوع الأغنام اللي عنده وحلالة، يعني علشان يتأكد. وكانت صغيرة في العمر، يعني عمرها 10 سنوات 9 سنوات، فيقول لها روحي تأكدي الأغنام موجودين في المكان الفلاني في الحوش، شوفي الابل عندي المكان الفلاني، يعني كان يرسلها. فالبنت كانت طلعاتها كثيرة، لكن لأنه مأمن في المدينة اللي عايش فيها والكل يعرفه ويعرفون ان هذه بنت الشيخ، هذه سعاد بنت قاسم فلان الفلاني، فما كان خايف من احد، رجل ذو سلطة ومكانة والبنت ما كانت تتأخر. لكن طلعات البنت هذه تسببت بمعرفتها بشاب اسمه عبدالله بنفس عمرها، يوم كان عمرها 10 سنوات 9 سنوات، وهذاك بنفس العمر. وكذلك عبد الله شغلتهم اصلا هي رعي الابقار والاغنام وبيع اللحوم، مثل يسمونه الجزار، يعني ابوه جزار. وصار يتعرف على سعاد كل ما طلعت وكذا، بما انهم صغار في العمر، وهذا الشيء يعتبر يعني بالنسبه لهم انه امر عادي، خصوصا في هالعمر هذا، يعني انه يوقف وياها يسولف وياها وكذا، صغار يعني اكيد انه ما عندهم الافكار اللي هي اللي تيجي حق الكبار وكذا، لا اكيد. المهم لكن اصبح في تعلق، كل ما شرقت الشمس سعاد تقول لابوها بروح اشوف الاغنام، بروح صوب الرعيان ويعني استانس وانبسط هنا. قال لها روحي ما في مشكله، هي تبي تروح علشان تقابل عبد الله، تلعب معاه ويركضون وسوالف، يعني ما كان النية شيء. وعبد الله كذلك أصبح دائما إذا بيرعى الأغنام والأبقار وكذا يقترب من المكان اللي تتواجد فيه دائما حلال وممتلكات أبو سعاد. ومرت الأشهر وهم على هالمنوال هذا، ولا كان في أمر مريب أبدا، وأبوها أكثر من مرة يشوفها ويشوف عبد الله ويعرف أبوه فلان وكذا، لكن الأمر ما كان مزعج بالنسبة، أمر عادي، هذول الأطفال يعتبر يعني. المهم سنة ورا سنة تعلقوا في بعض، البنت وصل عمرها تقريبا 14 سنة، فمرة من المرات الأبو حس إنه البنت كأنها كبرت يعني على الطلعة وكأنها، فصار يمنعها وصار يقول لها يا بنتي أنا أشوف يعني عبد الله كثير يعني ملاصق لك ودائما جالس معه، وترى هالشيء هذا غلط يا بنتي، والناس تتكلم وتقول لا يعني يبقى يعني الموضوع يعني عادي وإحنا أصدقاء وعيال منطقة واحدة. قال لا يا بنت عيب، هذا الشيء ما يصح وغلط، والناس بعدين تتكلم والناس تبدأ تسولف. فصار يمنح البنت، صارت تحذر ان والدها يشوفها، لكنها مستمرة لانها متعلقة في عبد الله. وكذلك عبد الله لما يجيب طاري سعاد
عند أفراد أسرته يخافون، يقولوا يا ولدي ترى خلاص عيب، ترى أنت كبرت وهذه بنت الناس والله يستر عليهم، وانتبه يا ولدي ترى هذول ناس أهل شر. وهم ما يقصدون أنهم ناس يعتدون على الآخرين، لا، يقصدون أن هذول ناس يعني لا تقترب منهم كثير علشان لا تتأذى يا ولدي، إحنا ما إحنا في مكانتهم، هذول ناس يعني إيدهم طايلة يحاولون يفهمونه. والولد توا في عمر صغير يعني على الفهم هذا، فصار هو كذلك ما يجيب طاري سعاد إذا راح البيت، ولا يقول إني شفتها ولا جرى، لا، عشان يحافظ على علاقته معها. واستمروا على هالحال إلى أن وصل عمر سعاد 18 سنة، والبنت صارت في فورة أنوثتها وجمالها، والكل أصلا يسولف فيها، والبنت لا طلعت الكل عين عليها، لأن الكثير من أصحاب من أبناء الكبار التجار والشيوخ والأبناء العمومة أي الكل يتمنى أصلا أن تكون سعاد زوجة له، فالعين عليها، ويستغربون لما يشوفونها تجلس بجانب عبد الله. البعض اللي ما كان يعني قريب من أسرة سعاد وأبوها كان يعتقد أن هذا عبد الله مجرد راعي أغنام عندهم يعني، أو صبي عندهم، لكن بعدين عرفوا لا، أنه والله هذول كل واحد يرعى في جانب، لكنهم يلتقون دائما، وبينهم ميانة وبينهم سوالف وأسرار، لأن العلاقة فعلا كبرت بين عبد الله وسعاد، وأصبحت حب، وصاروا يحلمون في اليوم اللي يكون عبد الله قادر إنه يتقدم ويطلب إيد سعاد، من هالكلام هذا. فبدأ الكلام يوصل. عبد الله لما شعر بأن بدأ عليه الضغط من الناس واللي حواليه وأسرته، فاتح والدته في الموضوع، قال يما أنا بقول لك شيء وأنا مستحي، يعني أنا ماني عارف شو أقول، يعني تعرفون هذا أول مرة يصارح والدته أنه له رغبة بالزواج وأنه يحب ومستحي، وخجول جدا هذا الشاب عبد الله. فلما كان يكلم والدته وهو على استحياء، يما انا احب بنت وابي اتزوجها، وقالت له ما شاء الله والله كبرت يا عبد الله، من هالبنت هذه؟ قال سعاد بنت فلان الفلاني. وتقوم والدته وتضرب كف وتصرخ عليه، أنت مجنون، أنت بتقتل نفسك، أنت بتودي نفسك بداهية، أنت ما تفهم، أنت لا يكون بينك وبينها شيء، لا يكون مسوي شيء. قال لا يما أنا أحبها. قالت لا ولا كلمة. يا ويلك يا ويلك إذا أحد يسمعك خصوصا من أهل سعاد، والله لا يقتلونك، تفهم ولا لا؟ زعل وطلع برا البيت، باعتقاده ان والدته يعني بما انه هو الكبير وما عندها خبره في موضوع مثلا الام اللي تبحث عن عروسها لولدها، يعني هو هذا اللي جاي في باله، وانه ما يقبلون فيك، انت منو؟ يقول والدتي ما تدري شنو العلاقه اللي بيننا والحب، البنت موافقه واصلا راح تضغط على اهلها وراح يزوجوني. فزعل من ردت فعل والدته أنها ضربته كف، راح إلى أبوه قال هيا يا بابا أكلمك في موضوع، وأنا زعلان من والدتي ضربتني. أفا ليش يا ولدي؟ قال بفاتحك في هالقصة هذه، عسى ما شاء. شنو فيه؟ قال يبا أنا أحب سعاد بنت الشيخ فلان فلاني وأبي أتزوجها. ويقوم أبوه من الصدمة يوم سمع يقول له أنا أحب بنت الشيخ الفلاني، وهم عائلة جدا فقيرة وبسيطة جدا جدا، ناس ما عندهم حتى أحد يدافع عنهم، ولا عندهم مثلا قبيلة لا. والمصيبة أن
نظرة المجتمع لهم، وخصوصا في ذاك الوقت، أنا أتكلمكم عن يعني أول الثمانينات، هالعائلات اللي تشتغل في بيع اللحوم، لحوم الأبقار والأغنام كالجزارين، تعتبر من المهن أو الوضيعة، هم ينظرون لها أنها وضيعة جدا، وإن ما يشتغل فيها إلا شخص قليل الأصل، حتى أنهم يسمونهم الدوشان. معنى الدوشان هم الناس اللي كانوا يحضرون حق المناسبات والأفراح، ويصيرون يمدحون بأهل العريس وأهل العروسة وكذا، علشان الناس تعطيهم فلوس، أو أنهم يشجعون ويغنون ويصفقون وكذا، على يعني يعملون جو، الناس بسطاء جدا والناس تنفق عليهم. يعني هذول ما حد يزوجهم، خصوصا ان ما يعتبرون ناس قبليين او اهل اصل، ولازم ان اذا بيتزوج يتزوج واحدة من نفس الطبقة او المستوى. فلما عبد الله ابن هالعائلة البسيطة جدا جدا يفكر مو ياخذ واحدة قبلية، لا 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 لا، يبي ياخذ بنت الشيخ، اكيد اول ما يسمعون اهل الشيخ اصلا راح يقتلونه، شلون يتجرأ بالنسبه لهم. وهذه النظره قديمه، اعتقد الان يعني في موجوده، ترى مو بس باليمن على فكره، في كثير من دول عربيه، لكن اخف من الماضي. المهم اكن بالطويلة، ابوها اول ما سمعه ويمسك عصا ويضرب فيها عبد الله ضرب، قال انت اكيد يا فيك جني يا مجنون يا متخلف، يا انت اصلا تبي تودينا للموت، انت ناوي علينا انت. ويضرب ويطرده برا البيت، قال له يلا برا، انت ما تعيش عندي اصلا، روح انت خبل، انت مجنون، انت شلون تفكر يا حقير يا كلب يا كذا، انا قايل لك لا تقرب من عند البنت، لا يكون بينك وبينها شيء وتجيب لي العار. قال لا والله يا يبا، علاقتنا علاقة حب. قال حب؟ يمسكها يضرب لين فعلا عبد الله هرب من البيت. ايش صاير؟ لكن والله ما راح اترك الحب اللي بيني وبين سعاد، وراح افي لها بالوعد اللي اعطيته لها، وراح أتصدى للعادات والتقاليد. لذلك قرر عبد الله قرار يا ريت ما فكر فيه، قال أنا بروح بنفسي وبروحي إلى أبو سعاد الشيخ نفسه، أنا بروح له وبعرض عليه، ويقدر إن شاء الله يقدر اني انا احب البنت وراح احافظ عليها واني احبها وان كذا وان كذا. الولد عايش في هيام، في حاله حب، يعني مخليته ما يركز ولا يفهم ولا يقدر الامور ابدا، وهذه مصيبه. والكثير والله لا تلومون واحد لما يكون عشقان ويبدأ يخربط، لأن فعلا العشق الحقيقي يخلي الواحد صراحة يعني أرعن وما يحسب حساب المصايب اللي ممكن تحصل، الله يكفينا الشر. المهم لكم بالطويلة، ويقوم عبد الله ويروح إلى الشيخ قاسم أبو سعاد، السلام عليكم. عليكم السلام عمي، أبيكم موضوع. يا هلا حياك الله، تفضل. شيخ وديوان والناس موجودة، هلا حياك الله، يا مرحبا، أنت منو أنت؟ عبد الله أنت؟ قال أي نعم. عبد الله ولد فلان الفلاني؟ قال أي نعم والله. شون أبوك؟ شون أهلك؟ شون جماعتك؟ محتاج شيء يا ولدي؟ ناقصكم شيء؟ أموركم طيبة؟ قال لي والله الحمد لله. قال إذا ناقصك أي حاجة بلغني.
أعطوني نقطة بس نقطة. والله يا جماعة والله إن هالموقف حصل معاي، ما أدري ليش صار فيني هالموقف. دخلت أحد الديوانيات وعرف صاحب الديوان وعرف أبوه وجماعته، ونعم ناس ونعم، لكن كان زايرهم واحد من جيرانهم شايب، لكن شايب حقير بصراحة أقول لكم إياها، وهذا اللي صدمني. الشايب ما يعرفه ولا يعرفني. توقع إيش قال لي؟ قال لي شو اسمك أنت يا ولدي؟ قلت له أنا فلان فلان. إيه ونعم حياك الله. قال محتاج شيء؟ استغربت والله، قلت شنو هل عمي أمر؟ قال محتاج شيء، ناقصك فلوس، آمر بس. قلت له شلون يعني؟ ما شنو المناسبة انك تقولي هالكلام؟ انا مصدوم. بس يا جماعة ترى حتى لو كبير سن ترى في بعضهم حقير، والله هذا شيء ترى لازم تعرفه. المشكلة مو كل كبير يستحق الاحترام، لان في بعضهم حقير. هذا يعني الظاهر ان انا شكلي ما عجبه، فيقول لي محتاج شيء، يبي يكسر فيني يعني، يبي هو النوع من شلون تصغير يعني الشخص. محتاج فلوس؟ ما يصير تقول حق واحد انت ما تعرفه في ديوانية تقول له محتاج فلوس، ترى محتاج، احنا انا اعتبرني مثل عمك. قلت والله يا عمي يعني مع احترامي لك، انا ما ادري انت ايش فيك يعني، فيك شيء، بالك شيء، تقصد شيء، والله ما ادري عنك، لكن الموضوع موضوع فلوس، والله يا عمي انا غرقك فلوس. اي والله انصدم. قال لا لا. قلت انا يا عمي اذا تبي فلوس انت تبي فلوس، والله شكلك انت اللي تبي فلوس يا عمي، انا شكيت لك الحال، شنو تبي فلوس ما فلوس؟ تبين لي انك انت يعني غني، وبعدين غنى غنى النفس، حتى لو الانسان محتاج وما طلب منك هذا غني نفس، مو تجي انت تبيت تقول له عندك عندي فلوس وعندي حلال، واذا تبي انا لا لا عمي، اذا انت تبي فلوس ومحتاج قول انك محتاج وانا غرقك فلوس. الله العظيم يعني انا فعلا تعرض الى بعض الناس، خلك حذر حتى بالكلام والمقصد، لان في بعضهم حقير خلقه كذي يعني، هو طبيعته حقير، انتم فاهمين شنو اقصد يعني. المهم تجاوز هالجحش هذا، جاني بطاري والله العظيم. فاقول لكم لا تستغرب انت يعني، عبد الله يعتبر بالنسبه حق هالشيخ هذا ولا شيء بالنسبه له. يقول له اي كيف ابوك اذا محتاجين شيء؟ يبي يهينه خفيف يعني، ويقوم عبد الله ويخربها. قال يا عمي قدام الناس، قال يا عمي انا جاي وقصدي شريف، وابي اطلب ايد بنتك سعاد، وابيها على سنه الله ورسوله. الحين الشيخ شو يسوي؟ هذه يعني بالنسبة له هذه إهانة، وفي قاعدين ناس كبار وجهاء المدينة واللي قاعدوا عنده في الديوان ويسمعون، شلون هذا ابن الجزار يتجرأ يطلب بنت الشيخ؟ ويقوم الشيخ يهينة لكن على الناعم، يعني على الناعم على الخفيف. قال لا والله يا ولدي يمكن انت ما تدري وانت صغير في العمر، وما تعرف ان انتم يعني احنا نسميكم يعني دوشان، او نسميكم الجزارين. ترى دوشان يعني مو اسم قبلي، لا لا هو صفة يعني، او دويشي او كذي يعني. فانت يمكن ما تدري ان احنا نسميكم بهالصفة الجزارين، وانتم ناس يعني بياعين لحم يعني، تعتبرون. صار يعطيه درس
بموضوع الأصول وموضوع العادات والتقاليد، وإن أنتم فئة من الناس يعني غير قبليين، ما أنتم أصيليين يعني، وناس أقل مرتبة من الناس العادية. حتى الشخص العادي البسيط ما يقبل إنه يعطي بنته حق واحد مثلك، هو يبيه هنا مقهور، لكن لأنه شيخ ماسك نفسه شوي ويحاول يأدبه لكن طريقة لطيفة. فأنتم ناس يعني دون المستوى يا ولدي، لا يعني تحلم كثير، وصار يستهزئ بعبد الله ويستهزئ بأبوه، وصار يقول له أنت تدري جدك منه، أنت جدك اللي كان يسوي كذا وجدك اللي كذا. مسح بكرامة عبد الله الأرض. عبد الله ساكت، شو يقول له؟ طاح لباحت منصبه كبير ومسح بكرامته قدام وجهاء وكبار القرية والمدينة اللي قاعدين فيها. طلع عبد الله وهو يبكي منها كأنه يعني انهزت الثقة بنفسه، خلاص كره نفسه وكره أصله ووجوده، وصار يلوم أمه وأبوه إن أنا ليش يخلفوني، ليش يجيبوني دام إنهم ناس ما هم أصيلين، ليش يخلوني أعيش معاناة في الحياة، ليش يخلوني أقل من البشر، ليش كذا. وصار الولد أصلا طلع وهو مقرر إنه ينتحر، اللي سمعه والإهانات والناس اللي تضحك، وتعرفون يعني أنواع اللي جالسين في المجالس والديوانيات، اللي يضحك واللي يستهزئ واللي كذا، طلع وأوه مكسور القلب خلاص، يعني قال أنا ما بيعيش، يعني ما بيعيش في الدنيا، اللي بيبكي. أبو طارده وأمه ضربته، ويروح حق واحد من أصدقائه، وهذاك من الجزارين نفسهم، يعني قال أنا أبي أنتحر وخلاص ما أقدر أعيش. قال له إيش فيك؟ قال أنا أحب سعاد وأنت تدري. قال له إيه؟ وأنا رحت لأبوها. قال له شنو؟ قال رحت لأبوها وطأ. قال والله إنك جريء، يخرب بيتك، شرعت. قال رحت أبوي ضربني وأمي وكذا. قالوا رايح بروحك بعد، قسم بالله انك مو صاحي، اكيد بيطردك، زي ما اذبحك اصلا، رايح مفشل قدام الناس وعينك وسيعه وجريئه بصراحه. قال هذا اللي صار، انا خلاص كرهت الدنيا، انا ليش يعني انولدت حق عائله يعني ما لها تقدير، بعيده عن مستوى عائله سعاد، ليش صار حبي يعني عند وحده ولا وبنت شيخ، يعني حتى مو بنت انسان عادي، انا الشل حظ اللي علي، وانا انا بموت، انا خلاص ابنتحر، انا كرهت نفسي، انا كذا. قال يا عبد الله، دام ان الموضوع وصل معاك للانتحار ومو فارقه معاك الدنيا، اخطف البنت عن لا ابوها لا ابو اللي جابها. قال شنو؟ قال اي نعم. قال شلون يعني؟ قال انت الحين وصلت الى مرحله تبي تنتحر صح؟ قال لي قال بدال ما تنتحر خلاص خربها، اخطفها ان شاء الله بنت رئيس الدوله. البنت تبيك ولا لا؟ قال اي نعم تبيني. قال اخذ البنت واهرب فيها وروح طش باي داهيه، والله ما حد يصيدك ولا حد يدري عنك، الناس ضايعه، والله تاخذها تروح محافظه ثانيه يدورون مني لبكره، عيش حياتك هناك واستقر واترك اهلك واترك الدنيا كلها وخذها دام انها هي تبيك. ها هم فكره. صار عدل على موضوع الانتحار، وصار يفكر الليل والنهار، وقاعد في بيته داخل غرفه 3 أشهر ما طلع ولا راح ولا رد،
صار كئيب وحزين ومضايق. شلون اشوفه اصلا؟ والمصيبه الاكبر ان من بعد ما جاء وطلب ايد سعاد وابوها كان عارف سبب جرأة عبد الله انه جاي يتقدم لبنته لان يلتقون مع بعض ويطلعون مع بعض وكذا، وهو ما انتبه لهالشيء حتى انه بدا يلوم والدة سعاد، قايل لها انا مو قايل لك بنتك انت تبي عليها تقولي لي صغيره صغيره صغيره، ها لين كبرت والله يستر ما تكون متعلقه في عبد الله. يوم الام راحت حق بنتها وقالت الحقير هذا عمل لنا مشكله عبد الله. قالت من عبد الله؟ قالت عبد الله ولد فلان جاي لابوك يطلب قدام الناس، وبعدين قال ابوك طرده وهزأوا، والبنت صارت تبكي الله يخليك يا يما انا ابي. قالت شنو؟ وتروح تقول لابوها. قالت انا مالي شغل، بنتك تقول انا ابي الولد. ابوها يوم سمع الكلام يجيها او يضربها ضرب كسرها تكسير او يسجنها بغرفه. قال هذه الظاهر راح تفضحني، لا انا الظاهر ما كنت ادري عن شيء، هذول فعلا متعلقين ببعض. لذلك عبد الله من طرده ابو سعاد ما قدر يلتقي في سعاد ابدا، لا في تليفونات ولا في وسائل تواصل اجتماعي ولا في حتى طلعات وسوقة وكذا، ما في. اختفت سعاد 3 أشهر وعبد الله يحوس خلاص وصل مرحلة كره نفسه، ويجي خبر ان واحد اسمه فتحي من ابناء احد وجهاء الحضرموت معروف، ابوه من التجار المعروفين، متقدم لسعاد، وابو سعاد على طول وافق حتى بدون ما يكلف على نفسه انه يسأل عن الولد. عرف ان ابن فلان لفلان قال خلها تروح، خلها تستر علي، بس خل نخلص من قصة هالثولة هذه لا اذبحها. او فعلا ويزود سعاد الفتحي. يوم درى عبد الله عاش في حالة حزن وكآبة وبكي، قال والله العظيم إني ما أطلع في الشارع بعد أبدا أبدا. وفعلا الليل والنهار وهو داخل البيت أبوه يبكي عليه ويبكي على حالته، خلاص يقول الله يعوضني يعني فيك يا ولدي اللي كنت حاط أمل أنك بكرة يعني تكبر وأنك تحمل مسؤولية وأنك تشتغل وترفع رأسي، طلعت يا ولدي جحش ما منك فائدة، أول وحدة شفتها وتعلقت فيها في حياتك وهي دمرتك، الله يعوضني يا ولدي. المهم والولد سعاد يوم راحت تزوجت منه فتحي عاشت معاه والأمور كانت طبيعية جدا، وهني بدت القصة والصدمات اللي راح تجيكم الآن. اسمع السالفة. سعاد متعلقة في عبد الله ومجبورة خلاص انها توافق وتاخذ فتحي ولا اصلا تنذبح، وابوها ما عنده يم مرحميني، راحت البنت والجاري زوجها، وان زوجها في البداية شافها متضايقة وحزينة قال هذا يمكن دلع البنات واول ايام لازم البنت تكون حزينة على فراقها، يعني هذا باعتقاده. لكن شوي شوي لما تجي سعاد حق زوجها فتحي وتقول لها عبد الله شنو تبي اسوي لك غدا، يقول لها نعم، تقول لها فتحي شنو تبي اسوي لك غدا،
يقول لها سوي لي اي شيء كيفك. تجي على العشاء مثلا تقول عبد الله شنو مشتهي اسوي لك عشاء؟ يقول لها نعم. تقول يا فتحي شنو العشاء اللي تبيه؟ ماشي. تجي تصحي على صلاه الفجر، عبد الله قوم ترى اذن الفجر. يصحى ويقول ها شنو عبد الله؟ تقول لا اقصد فتحي. عبد الله عبد الله كل اليوم الثاني تغلط باسمه، بدل ما تقول له فتحي تقول له عبد الله. تفكر في عبد الله الليل والنهار، البنت ما هي قادره تمسك نفسها، وهذا الشيء بعد يعني مو بيدها، لو بيدها مستحيل تقول لزوجها باسم واحد تحبه. سألها بعد فتره من كثر ما صارت تردد كلمة عبد الله، هو ما يدري ابدا موضوعها موضوع عبد الله ابدا. قال انت ايش قصتك انت كل شوي عبد الله عبد الله؟ قالت لا احنا عادتنا يعني في عائلتنا اي شخص نسميه عبد الله، يعني اذا رجل يعني نسميه عبد الله، يعني عبد الله يعني عبد الله. الا يعني ايوه نقول عبد الله يعني يا عبد الله يعني افهموها انت بقصدي. قال ها. فتقول انا يعني دائما انسى على العاده القديمه. تقول يقول لا كلنا فعلا كلنا عبيد الله. وراحت السالفه، حتى لما تغلط عاد يضحك يقول شو العاده الغريبه هذه في العائله. المهم لكن صارت يعني سعاد ما هي قادره تتحمل فيها، يعني مكموتة وفي شيء بقلبها ودها تبوح على أحد، تبي تسولف تبي ما في. والتعرف على جارتها، عندها جارة اسمها فاطمة، جارة محترمة جدا خلوقة، وصارت تزور سعاد، سعاد تزورها لما يكون زواجهم يعني في الشغل وكذا. وكانت فاطمة بنت يعني الواحد ارتاح لها، انبسطت عليها سعاد وصارت تسولف لها وتقول لها والله يا فاطمة أنا عندي يعني سر في حياتي وماني عارفة، والله راح انجن من كثر ما بكيت، من كثر ما فكرت، من كثر ما حتى أغلط باسم زوجي. قلت لها شلون يعني؟ قالت أنا كنت أحب واحد وكان يعني حب حياتي منذ الطفولة، وطلع أن لما كبر يعني رفضوا أهلي لأنه من أصول يعني ما هي مناسبة والناس يعني أقل مستوى اسمع عبد الله. والمصيبة أني حتى من بعد ما تزوجت فتحي زوجي وأنا غلط فيها أقول له عبد الله، ومرات ينتبه علي ومشيت عليه انه موضوع ان كلنا عبيد الله واحنا هذه عادتنا يعني في العائله، وشكلي انا راح يعني اجيب العيد والله يا فاطمه الله يخليك قولي لي شو اسوي. قالت لها تعوذ من الشيطان، وانت الان على ذمه رجال، وهذا وين عبد الله؟ قالت لا عبد الله خلاص انا ما شفته من ذيك الايام خلاص، لكن انا متعلقه فيه متعلقة، كل ما تذكرت أقعد أبكي، كل ما كذا. قالت لا تعوذ من الشيطان وانتبه يا بنت الحلال، ترى هالكلام هذا كبير وهذا والله راح يجيب أجلك يعني انتبهي. المهم راحت الأيام وجت الأيام، وتقعد فاطمة مع زوجها وتقول له والله يا بدر صدق يا أخي هذه جارتنا حبوبة ومحترمة وفغيرة بنت حلال، يعني والله ما تقول بنت شيخ ما تقول، مسكينة ومغلوب على أمرها. قال ترى هذه بنت الشيخ فلان فلاني، وين مغلوب على أمرها؟ اشتئت. قالت لا لا أنا أقصد أن البنت تعاني نفسيا، ليش عسى ما شاء ما هي مبسوطة بزواجها، أصال لها كم شهر يعني متزوجة. قالت مسكينة هذه، بس بيني وبينك بدر
هذه كانت تحب لها واحد، وهذا واحد يعني من دوشان او يعني من الناس الاصولهم البسيطه، وتحبه من كان عمرها 10 سنوات، ولما كبروا الولد جاء تقدم له وطردوا، وابوها اكتشف الموضوع وصار يعاقبها، وبعدين تزوجت وهي الى الان متعلقه في هذا الولد، تفكر فيه وتبكي وحزينه وما هي قادره تتجاوز يعني موضوع علاقتها وحبها القديم، رغم ان العلاقه اللي كانت بينهم يعني حبها القديم كانت علاقه يعني سطحيه نظيفه، يعني ما فيه اي شيء غلط، فقط حب من بعيد لبعيد وسوالف وما عاد بالزواج بس من جنه. ومرات تصدق البنت من كثر ما هي متعلقه تغلط باسم زوجها وتذكر اسم حبيبها. قال لها بنت الحلال سكري الموضوع، الله يستر عليها ويستر على ولايانا، ولا تجيبين طاري هالسالفة قسما بالله أن وصلت هالسالفة ترى فيها ذبحة، تفهمين ولا لا؟ قالت لها أنت زوجي. أقول لك قال لها زوجك وما زوجك، سكري هالموضوع، لا تجيبين طاري لحد ولا تبلين بهالسوالف، تفهمين ولا لا؟ قالت إن شاء الله. راحت الأشهر وجت الأشهر، ويحصل خلاف بين فتحي وبين جاره بدر على يعني حدود المزرعة اللي بينهم وكذا، مشاكل الجيران العادية، في جيران لا والله يتنازلون حق بعض، في جيران لا تكبر السوالف بينهم، وصار عناد، وهذاك شايف نفسه انه ولد تاجر ومعروف، وان هذا بدر انسان بسيط، قام يقول له يلا يلا اذرف لا تخلي، انت عارف ان انا من ولد فلان ولد فلان ولد فلان. هذا انقهر، اقول احترم نفسك وكذا وانت جار، وانا الى الان ماسك نفسي ولا تخليني اتعدى عليك. قال له يلا قلب وجهك، ما بقى الا انت واشكالك وكذا، ولا تحسب انك جاري يعني انك تحط راسك براسي، انت تدري ان انا ولد فلان، اللي يقول انا ولد فلان اللي هو نفسه فتحي، يقول حق بدر. يوم وصل بدر مرحله ما هو قادر يتحمل، صار بينهم سب وشتم وكذا، قال له انت يا فتحي لو انك رجال ما تبقي مره على ذمتك وهي تعشق واحد ثاني. قال شنو؟ قال لي نعم، تعشق لها واحد من هالرعيان، واحد من اللي كذا، عبد الله، اسمع عبد الله. ما هالكلام هذا قاله قدام الناس وينجن. انتم تدرون شنو سووا؟ اهو فسر الفتحي سبب قيام سعاد بانها تغلط باسمه، قال تحب واحد اسمه عبد الله، هني استوعب، قال شنو؟ اي والله صح، هو بينه وبين نفسه يقول صح، هي كلها تغلط وتذكر اسم عبد الله عبد الله، معقوله؟ لا مع بيبسي، انا توني افهم السالفه. او يرجع البيت وهم طفي غضبان والزعل واصل حد، او يمسك سعاد منو عبد الله تكلمي، وسعاد ما هي فاهمش السالفه، منو هذا اللي كنت تعشقينه، وضرب ضرب يعني كادت البنت انها تموت على ايده، لين خلاها تنطق وقالت إيه صح، هذا واحد انا كنت احبه اول اسمه عبد الله، ولكن انا الحين تزوجت وما بيني وبينه شيء. قال انا اقول منو هذا عبد الله اللي تغلطين باسمي وتقولين عبد الله وتضحكين علي، للحين تفكرين فيه يا حقيره يا اللي مش متربيه يا اللي كذا، والله انا ما ابي اوصخ ايدي فيك وقتلك، لا لا لا، انا اخلي اهلك يقتلونك، انت طالق
طالق طالق وياخذها ويرميها ببيت ابوها ويقول له السالفة ويمشي. ابوها مسكها اصلا جايبها زوجها مكسرة ويكمل عليها ابوها. قال خلاص الظهر انا هالبنت هذا راح تسود وجهي خلاص يا فضيحتي الحين وين اودي وجه من الناس. وطلقها والناس تسأل اطلقت ليش بسبت اللي كانت تعرفه عبد الله. وقال له قال له تسميني عبد الله بدل ما تقول لي فتحي تقول لي عبد الله. بنتك كانت متعلقة فيه. راح شوف بنتك قبل تزوجها حق الناس تبليهم تأكد ان بنتك خوش مرة. يلا خذ بنتك وذرف. ويهد سعاد عند ابوه هذا كسرها لعن خير خيرها ويرميها داخل احد الغرف مسويها نفس السجن. قال والله دامني على قيد الحياة ما تشوفين الشمس. المهم وفعلا ويوصل خبر العبد الله بعد كم شهر. قالوا له عبد الله تدري ان سعاد اللي كان متزوجها فتحي ولد فلان الفلاني طلقها. قال شنو؟ قال اي والله طلقها وترى ما موجوده ببيت ابوها. وليش وصلوا له؟ لان عبد الله جلس اشهر طويله وهو داخل البيت يدورون اي خبر ممكن يخليه يطلع شوي يتحرك يعيش حياته ينسى يعني يتاقلم. شافوا ان هالخبر هذا الوحيد اللي راح يهز كيانه ويخليه يطلع مره ثانيه. فعلا كان الخبر هذا له تاثير على عبد الله اللي صار يجلس بعيد ويطالع بيت سعاد من بعيد يشوف ينتظر زول اي مره يطلع من الباب يقعد يتبعها لين يشوفها وين تروح يقول ان شاء الله انها تطلع هذه سعاد. لكن في كل مره كان مو هي سعاد اللي تطلع. سعاد مسجونه لكن عبد الله قال انا احسن ما اني كله جالس في البيت. صار كله يجلس دائما فوق صخره لان حواليهم بعض الجبال يعني ما كانت كبيره الجبال لا بسيطة. فيجلس وعلشان يقدر يكشف بيت أبو سعاد. وصار يجلس بالأيام والأشهر يجي يرجع البيت بس بالليل ينام يقعد من الفجر يروح لنفس المكان. صار أبوه يقول يا ولدي دام أنك يعني بديت تطلع يعني وتجلس في الجبل هذا يدرون الكل يدري ان هذا يراقب طبعا المقربين منه مو العوائل الثانية لا لا لانه من بعيد وخايف اصلا من اهل سعاد. يقول له خلاص اجل ارعى الاغنام وانت قاعد في المكان هذا وهذا اكلك وهذا شربك وعيش عيش هنا يا ولدي عادي ما في مشكلة يعني خلي يكون لك دور في الحياة اصلا ما منك فائدة وراقب راقب على راحتك. ويجلس عبد الله 3 سنوات وهو يراقب بيت الشيخ يشوف اذا تطلع سعاد ولا لا. لدرجة انه ايس وكان يقول اكيد ان البنت اصلا قاتلينها من بعد السالفة انها تطلقت. هو ما يدري ليش شنو سبب الطلاق طبعا ما يدري لكن من بعد ما تطلقت وهو عارف ان اكيد سعاد ما كانت تبي زوجها وانها تحبه وانها كذا. لكن من اختفى 3 سنوات وما طلعت ولا مرة واحدة من البيت قال يبا اكيد قاتلينها يعني. فصار يبكي وحزين وقال والله بس لو انها ترد على قيد الحياة اني ما ابي شيء ولا ابي اتزوجها ولا ابي اقرب منها بس انها تعيش وما يكون سبب موتها انا. بعد 3 سنوات ويقوم ابو سعاد حزن عليها وتضايق وضغط من اخوانها حسام وعباس
ومن والدتها قالوا لها خلاص حرام عليك، ترى البنت بدأت تضعف والبنت بدأ شعرها يطيح من كثر حتى ما قامت تشوف الشمس. يا 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 أبو سعد حرام عليك، خلها تطلع خلها كذا. البنت تابت ومرت سنين والرجال راح ولا ندري عنه ولا نسمع أخبار، خلاص أكيد البنت خير. قال أوكي، بس هني يعني ما تروح بعيد. قال لا 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 لا، حنا ما نخليها أصلا تروح بعيد. هالبير هذا قدامنا، في بير تروح تجيب ماي من البير حالة حال البنات، ولا تروح عند اللي يعني يجيبون الخبز ولا بعض الحبوب وكذا، وتمشى حالة حال البنات بس يعني، وفي أوقات معينة لا تشيلهم. قال أوكي، وفعلا صارت التنفس سعاد شوي تطلع تروح تجي وكذا، ويشوفها عبد الله ما صدق عيونه، صار يبكي ويضحك بنفس الوقت مبسوط. ولما التقى فيها عند البير وهي تشوفه تضحك وهو يضحك، وهو طبعا حالته بالويل وهي ضعفانه وتعبانه وهي تضحك وهو يبكي. قال والله انا كنت اعتقد انك ميتة، والله 3 سنوات وانا جالس فوق الضلع هذا والله انتظرك، قلت حتى لو هي ميتة بنتظر طول عمري لين اموت، لين اشوفها بهالدنيا ولا بشوفها بالاخرة. الحمد لله اني شفتك حي، والله ما ابي شيء، خلاص انا ما ابي شيء، خليك يعني بحياتك وسعيدة وكذا، وانا ما ابي حتى زواج ما ابي. قالت شنو؟ وانا متحملة وصامدة علشانك والحين تبي تتخلى عن حبنا؟ قال شنو؟ والله يا سعاد. قالت لا اي والله، انا ما راح اترك الحب اللي بيننا، اذا انت تراجعت عن كلامك ووعدك. قال لها والله لا ابدا، انا يعني علشانك وخايف. قالت لا حبيبي، انا اصلا من اول يوم طلعت كنت اتمنى اني اشوفك واقول لك تعال وتقدم لي مره ثانيه، وحاول مره ثانيه وثالثه ورابعه لين يوافقون اهلي، وانا ابيك. انجن. قال اذا البنت صامدة ومعزمة وموقفها أقوى من موقفي أنا كرجل، شلون؟ لا والله إني ما أتركك. ويروح ويضبط نفسه ويجهز عمره ويلبس ويروح إلى ديوان الشيخ قاسم أبو سعاد، وهو يسمونه أبو سعاد لأن البنت الكبيرة يعني، ولا هو أبو حسام. ويروح إلى ديوان الشيخ قاسم أو يدخل عليه والناس قاعدة وكذا، يا هلا حياك الله يا مرحبا. حتى أبو سعاد في البداية ما عرفه، متغير شكله وذبح الضيم، لكن لما عرفه الشيخ قاسم طلب من الناس اللي جالسين واللي يمون عليهم أنه ياخذ الرجال يسولف وياه في الديوان الثاني او المضياف الثاني علشان في موضوع خصوصي. اهو بس عرفه قال هذا راح يفضحني، الظاهر بيرجع السالفه القديمه، واصلا ابو سعاد حاقد عليه لان اللي صار في بنته بسبته هو، وهو اصلا ما كان يدري ان سبب طلاق بنته انها كانت تذكر اسم عبد الله عن زوجها، وأبوها عشان ما يبي فضايح غض النظر عن عبد الله، لكن جايب نفسه وبعد 3 سنوات هذا ما راح يعديها ولا راح يجيب الأمور على بر، هذا يبي يفضحنا وياخذه في الديوان الثاني ومعاه عياله حسام واللي أصغر منه عباس. قال أي تفضل. قال عمي أنا جاي أطلب إيد بنتك، وأنا أدري سمعت أنها تطلقت ويمسكونه
أو يضربون ضربة موت. كسروا تكسر، كسروا كل أسنانه وكسروا إيدينه ورجوله، يعني خلوه خلاص إنه تك ويموت، بس عشان لا يبتلون بدمه، وإن موته هذا ممكن يجيب لهم السوالف والناس تقول ليش مات، يجي مطاري بنت الشيخ وقال لا خلوها يعني كسروه، بس كسروه ويرمونه بالشارع. قالوا خلاص هذا هالمرة يعني أكيد راح يتوب. ويشيل أبوه يوم سمع بالسالفة، أبوه يبكي على حاله، قال يا ولدي أنت ما تتوب، يا ولدي خلاص، يا ولدي أنت قاعد تطلب المستحيل يا ولدي. وسعاد أبوها مسكها قال لها أنت تشوفين عبد الله؟ قالت لا لا ما شفته. أكيد؟ آه ماشي يا بنتي لا تطلعين برا. ليش يا يبا؟ قال لا ولا شيء، هي سمعت من الحريم إن أصلا ذابحين عبد الله ضرب ضرب لين مغمى عليه ورمينا بالشارع. قالت خلاص يعني أحسن ما يقتلوني ولا يذبحوني، أسكت. سكتت. لكن البنت كان في بالها شيء، البنت عنيدة لكن سوت نفسها أبدا ما لها علاقة في موضوع عبد الله، هذا واحد مجنون متعلق فيني خلاص أنا ما لي شغل فيه. عبد الله خذ جزاه، عبد الله يتعالج ويصحى بعد كم شهر ملفلف في كل مكان. قال والله ما راح أتركها. شنو أبوه؟ قال يا ولدي والله إذا قتلوك إني راح أتنازل ثاني يوم عند أمك، ولا راح أطالب بشيء، ترى أنت بليت الناس بشرك. قال لي يبا ما لك شغل فيني. قال أنا أصلا ما لي شغل فيك يا ولدي، روح ولا تجي ولا تنام عندنا في البيت، عشان صار ما صار أقول يبا أنا متبري من ولدي وطاردة من زمان، خلاص فكرة من شرك أنت، ما منك أنت أصلا، أنا جايبك علة على قلبي، أنا جايبك يعني هم وغم مو الفايدة، خلاص اتركني بروح. تركهم فعلا وصار يجلس عند صاحب الأولي اللي كان يقول له ليش ما تهرب وياها من أول، كان يقول له يوم شافه قال له عبد الله هذه حالة يا أخي، إذا تقدر تهرب وياها هرب وياها، خلهم ضحهم اضربوك ضرب وشوهوا وجهك، ما عندك حين ولا حتى سن واحد، خلوه كسروك تكسر، ايش فارقه معك؟ وفعلا ترى واحد لما يوصل مرحله انه ينضرب ضرب وينجلد جلد وتكسر ترى يموت قلبه، حتى مو هم ينضرب مره ثانيه ثالثه، لان عقل اصلا مو معه والجسد تعود على الضرب وعلى لا. يوم صحصح شوي وبدت مره ثانيه سعاد تطلع وتاخذ راحتها شوي يعني ما عندها مشاكل، ويلتقي فيها قال لها الساعة 11 بالليل أنا انتظرك عند البير وخلينا نهرب. قالت له ما عندي مانع وأنا منتظر أصلا اللحظة هذه. وفعلا الساعة 11 بالليل طبعا بمساعدة صاحبه وفر له عملية النقل ووفر له وياخذه هو وسعاد ويطير فيهم يوصلهم إلى جزيرة سقطرة. سقطرة طبعا تعتبر جزيرة وتابعة لمحافظة حضرموت. في ذاك الوقت اللي كان يروح جزيرة سقطرة من الصعب جدا العثور عليه، كبيرة جدا وعالم وذاك الوقت يعني الأمور غير في عملية البحث مو نفس الآن. وفعلا ويروح عبد الله وسعاد ويعيشون في سقطرة ويتزوجون ويعيشون أحلى حياة ويخلفون ثلاثة من الأبناء، أحمد وعبد الرحمن وعبد الجبار، أصغر واحد عبد الجبار. عاشوا 5 سنوات كانت من أجمل سنين عمرهم. عبد الله بدأ يشتغل وصار عنده بيت صغير يعني ويبيع من هالأخشاب واشترى أغنام وعنده خبرة وعاش ويا زوجته والناس ما تعرفهم هناك في سقطرة ابدا، كل ما حسالهم قال والله احنا من الشمال، احنا من كذا، احنا من كذا، وراحت فيهم الدنيا. بعد 5 سنوات ويوصل خبر
السعاد ان امها وابوها توفوا وما بقى لها بالدنيا الا اخوانها حسام وعباس. طبعا كان خبر افجعها وحزنت، وان يعني هي عقت في امها وابوها وتركتهم وما تدري شنو حالهم. وصل الخبر بعد خمسه قالوا يبا ترى توفوا من كذا سنه. فصارت تفكر انها ترجع، وصار عندها اولاد وفاتحت عبد الله في الموضوع. قالت لعبد الله انا ودي اروح اشوف اهلي يعني اخواني وعيالهم وتعرف عليهم من هالكلام. قالها والله انا اخاف، والله اخاف. قالت ابن الحلال شو بيصير اكثر من اللي صار، بعدين احنا متزوجين على سنه الله ورسوله وعندنا اولاد، خلينا نحطهم في الامر الواقع. والموضوع صار لاكثر من خمس سنوات، الدنيا تغيرت، واللي كان اصلا يعني قلب الدنيا علينا هو ابوي وتوفى يعني. قال لها اوكي ما في مشكله. طبعا هي زنت عليه زنت عليه، قال لها ما في مشكله ويروح. عبد الله ياخذ عياله الثلاثه وزوجته سعاد ويروحون الى بيت ابوها. طبعا ما في الا اخوانها اثنين. واول ما شافها اخوها اللي هو الكبير حسام، اول ما شافها سكت لحظات كذي يعني، طالع عبد الله ماسكين عيالهم في حالة ذهول وصدمة. قال تفضلوا ادخلوا، حياكم تفضلوا، حياكم الله. دخلهم عنده في البيت وقال حق عبد الله تفضل في الديوان، وهي دخلت وعيالها داخل البيت عند زوجته وعيالها. ودخل عبد الله في الديوان قال له شاب بس خلنا احضر لك الشاي والقهوة. ودخل البيت ويروح يركض إلى غرفة النوم ويطلع الكلاشينكوف ويدخل أول شيء في الديوان عند عبد الله ويرش عبد الله رش بالرصاص، ما خلى مكان في جسده إلا في رصاصة، شرحت شريحة بهالرصاص، قطعت قطع. طبعا سعاد سمعت الصوت وبدت تصرخ وعياله يبكون وزوجته شافوه يركض بالسلاح، ولحظات سمعوا اطلاق النار. قالت بس خلاص قتل عبد الله. شوي ولا داخل عليها على دخلت اخوه الثاني اللي جاي من برا اللي هو عباس، سمع بالسالفه ويشوف اخوه حسام وهو ماسك السلاح ودخل في داخل البيت، وهذا يركض وراه اخوه ويمسك سعاد ويطلق عليها النار في الرأس عدة طلقات علشان يتأكد انها تموت، ويمسك ولدها ويقتلها الكبير اللي هو احمد، ويمسك ولدها الثاني عبد الرحمن ويطلق عليه النار ويقتله. في هالاثناء عباس توه داخل وشاف المنظر، شاف الولد الصغير اللي هو عبد الجبار عمره سنتين، عرف السالفة، عرف انه الحين بيقضي حتى على صغيرة، انكسر قلبه يوم شاف الولد يصرخ، شاف امه تموت قدامه واخوانه. ويقوم عباس ويخطف الولد عبد الجبار ويقول حق اخوه دخيلك الله يخليك، الله يخليك بوجهي، خلي الولد هذا لا تقتله لا ويركض فيه. وحسام مثل المجنون او يركض وراء اخو عباس ويطلق عليه النار في ظهره ويقتل اخو عباس ويطيح من ايده الولد ويقتل الولد، اجهز على العائله بالكامل. شاف ان الموضوع خلاص خربان ويطير الى بيت عبد الله ويروح ويطلق النار على امه وابوه، شياب ناس كبار بالعمر ما لهم ذنب ولا يدرون بأن ولدهم من بعد ما هرب رجع، ولا لهم ذنب بالسالفة. لكن هذا خلاص يبي يشفي غليلة، يعني أن
يعني بسبتهم قتل أخته وقتل عيالها وقتل عبد الله ولا وراح سلم نفسه لرجال الأمن. قال أنا غسلت عاري وخذيت بثاري. قال أنا غسلت عارك؟ قال إيه، هرب هذا بأختي، هرب أختي وتزوجها وهذا عار. وأنا قال زين وشنو ثارك؟ قال أمي وأبوي ماتوا بحسرتهم بسبة هروب أختي سعاد. أمي ما تحملت القهر ولا أبوي وماتوا واحد ورا الثاني، فأنا غسلت عاري وخذيت بثاري. لكن بالطويلة أحالوا المحاكمة وما كان الدافع يعني يشفع له أنه يقتل عائلة بالكامل ويقتل كذلك أم وأبو عبد الله. شنو لهم ذنب الكبار بالعمر العجوز والشايب؟ ما لهم ذنب. ويحكمون على حسام بالإعدام وقاتل أخوه طبعا لا تنسون، ويحكمون على حسام بالإعدام ويتم تنفيذ حكم الإعدام. يعني عائلة الشيخ كلها راحت، ما بقوا إلا عيال حسام وعيال عباس، وعائلة عبد الله بالكامل راحت، وزوجته سعاد وعياله كلهم راحوا. سوى مجزرة صارت العالم كلها تسولف فيها أن هذا ما جنته علاقة الحب منذ الصغر. وأنا بسألكم سؤال عبر التاريخ، هل في اثنين كانوا يحبون بعض وتزوجوا يعني منذ الصغر نهايتهم دائما نهايتهم عذاب؟ والله يكفينا الشر، يكفينا شر التعلق والعشق اللي يخلي الواحد ما يحسب حساب الأمور. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.